لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لولا يعني هلا بالبلدي يعني مش كان المفروض لما أهل العلم الناس بتوع ربنا الربانيون والأحبار العلماء لما يشوفوهم بيأكلوا حرام وبيعملوا منكرات وبيسرعوا في الإثم والعدوان مش كان ينبغي ينهونهم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت؟ طب لو ما عملوش كده اللي هم العلماء وطلاب العلم لبئس ما كانوا يصنعون. يعني لبئس أيها العالم إذا رأيت المجتمع على منكرات ولم تنكر عليهم. وناس كتيرة يبقى زميلك في الشغل عامل منكرات ومشاكل وعامل كبائر وما فيش حد يقول له ده حرام، يقول لك يا عم بلاش يزعل مني، بلاش أدايقه، خلينا كده. فنجامل بعض نجامل بعض نجامل بعض، فربنا عز وجل يعني يعاقبنا على ذلك. تقول له وانا مالي وانا عملت شيء؟ انت تركت انكار المنكر، وده واجب على كل واحد فينا انه يشوف المنكر يقول ان ده منكر ويبينه ويصلحه. مفيش عندنا سلبية في الإسلام. شوف الآية، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني اللي كان بياكل الحرام السحت الآية اللي قبلها لبئس ما كانوا يعملون. طب اللي ما بياكلش حرام بس ما بينكرش على اللي بياكل حرام لبئس ما كانوا يصنعون. ده معاتب وده معاتب، ده ملام وده ملام. يبقى انت لما تشوف المنكرات لازم تنكرها، ليه؟ عشان ربنا يعفو عنك. يبقى انت بشوفت المنكر وما سكتش، استجاب الناس ليك او ما استجابوش قضيه ثانيه، انت بس بترشدهم لكن ليس عليك هداهم، بس تبين لا يا جماعه اتقوا الله، انت كده كلت ميراث اخوك، كده كلت ميراث اختك، كده انت خدت المال ده بدون وجه حق، كده انت ما بتصليش ده حرام، كده انت ما بتصليش الفجر، كده انت قاطع رحمك، كده انت ما بتغضش بصرك، كده لا يجوز. ما ينفعش الاشياء اللي نازله على الموبايل عندك دي، وما ينفعش اللي انت بتعمله، وما ينفعش علاقتك. هكذا المجتمع كله ولا سيما العلماء والاحبار وطلاب العلم والدعاء وخطباء المنابر يجب عليهم الا يسكتوا على هذه المنكرات حتى لا يعمهم الله بعقاب، كما قال عليه الصلاه والسلام اذا راى الناس المنكر ولم ينكروا عليهم اوشك الله ان يعمهم بعقاب من عنده. وفتنة بني إسرائيل يا أخوانا، معلش أخد دي كمان، وفتنة بني إسرائيل إن كان الرجل، مش ربنا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل؟ ليه؟ كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه. كان الرجل يلقى أخاه على المنكر فيقول له اتق الله فإن هذا لا يحل لك، ثم لا يمنعه ذلك من أن يكون في اليوم التالي أكيله وشريبه وجليسه. فلما رأى الله منهم ذلك ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان أنبيائهم. تأكل وتشرب وتضحك معه وهو على المنكرات، لازم تنكر عليه حتى تبرئ ذمتك عند الله عز وجل.